انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. التماثيل كلها الطلبيه كلها ايه ده؟ ايه النشاط اللي انت فيه ده يا رمز؟ كل حاجه حصلت يا دوله بس ما عدا بس الملك امون والملك بتاعي. ملك بتاع ايه ده؟ بتاع الاسره ال15 يا دوله. يا رمز الورق بتاع البردي ده ايه الحلاوه دي يا رمز؟ ايوه دوله علقت على ورق البردي وعلقت على شاي كمان يا دوله. حلو حلو كده يبقى انت خلصت كل اللي مطلوب منك. روح حضر لنا الفطار بقى. لا يا دوله ما انا اول ما صحيت بدري النهارده الصبح قمت فاطر بقى كل الفطار. فاطر كل الفطار؟ طب كان في علبه جبنه نست ورغيف فين بتوعي؟ حصل يا دوله حصل. كلتهم هما كمان؟ ماشي يا عم بالهنا والشفا. طب كان في صباعين موز كمان بتوعي؟ بالقشر بالقشر. كلتهم بالقشر؟ يا رب القشر بتاع الموز يقف بقى جوه بطنك ويزحلقك يا رمزي. ايه النشاط والاكل الكتير اللي انت كلته النهارده ده؟ مش عارف يا دول انا صاحي الصبح بدري كده وانا حاسس بحاله متغيبه كده وانا حاله من النشاط الغريب. متغيبه او من النشاط؟ الاثنين عكس بعض يا ابني. حدد حدد. ولا رمزي شوف الزبون. عينيا يا دول. اقم. هلو اي وان دي دي ولا دي؟ ولا يا رمزي بطل لماضة. What do you want sir? I want دي. رمزي دي له بتاعت نفرتيتي دي 20 pounds. يعني بخمسين جنيه ان شاء الله. بيتك 20 pounds. 20 pounds. Thank you. شكرا. نظفها وديها له يا رمزي. حصل يا دولة من بدري اتفضل. What's this? What happened sir? ده electricity. Electricity كهرباء؟ ده كهرباء. انا عايز فلوس. عايز فلوس. ماشي ماشي بالراحة اتفضل. ادي فلوسك. كهربت ايه يا لرمز؟ عملت ايه يخرب بيتك يا راجل؟ الراجل ده وانا دوله باين عليه ملبوس. ده ليه ماما مغليه في الحمام مثلا ولا ايه ده؟ بيقول لك بالكهرب. وريني ايه ده؟ هو يا دوله ما بيتكهربش. دول ايه اللي بيتكهرب فيه؟ ما بيتكهربش ولا حاجه. ماشي هو ملوش نصيب فيه بقى. روح وديه. يلا ايه دوله؟ في ايه دوله؟ انت كمان؟ انا كهربت. انا كمان التمثال بيكهرب. يلا يا عم ما بيتكهربش. اهو يا دوله اهو 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 مفيش حاجه. اهو يا دوله. صح ما بيتكهربش. ماشي خلاص روح شوف شغلك انت يا رمزي. يا رمزي ايه دول؟ انت اللي بتكهرب. يلا ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عادل؟ معقوله؟ معقوله رمزي بيكهرب؟ يا ماما بيكهرب. كل ما المسه اتكهرب. غير بقى ان اي حد من الزباين يدخل عندنا البازار يجي يتكلم معاه يلمسه وياخد حاجه منه من البضاعه يكهرب على طول. ده غير بقى كمان ان كل تصرفاته اتغيرت. قصدك ايه يا عادل؟ يعني رمزي ده سلوكه كلها اتغيرت؟ ايوه برافو عليك يا حماتي. هي سلوكه كل سلوكه دخلت في بعض. في تفسير علمي بيقول ان الشحنات الكهروستاتيكيه ساعات بتزيد عند بعض الناس. ايوه برافو عليك يا نجلاء. هي فعلا كهروستاتيكيه. تحس ان استيكا دخلت على مخه ومسحته كله. على العموم رمزي طول عمره كده دماغه قافله. يا ريتها قافله يا ماما ما كانش حصل مشكله. المشكله بقى ان عنده كهربا بزياده مستمره طول الوقت. طب يا عادل ما دام عنده الكهربيشن في الليجن ده زايد شويه عنده يعني طب ما تشد السلك دوت ولا تشوف كفصه فين وتخلعه.
معقولة يا حمادي في بني ادم بيبقى ماشي في الشارع كده ماشي بكوبس؟ لا، احنا مفروض ندور على المفتاح العمومي ونفصله. طب هقول لك بقى فكره تانية، ما دام في بني ادم عنده كهربا زايده جدا في جسمه، انت المفروض تفضيها له. افضيها له ازاي؟ افضيها له في ازايز ولا مثلا اخليه يشحن موبايلات؟ يعني ما تسمعش كلام حماده، دي ست عماله تخرف. الكلام اللي بتقوله ده كلام تخريف، طول ما هي قاعده عماله تعمل احمر وابيض واصفر وحاجات. يا سلام يا سلام يا سلام يا اختي، مش لازم اكون ماسكه فلايه وعماله اشيل البيبه اللي في شعري. بس بقى خالص، بس اسكت انت. ده وقت خناق، ده وقت خناق ماما حماتي. وبعدين وانا في مشكلتكم دلوقتي ولا في مشكله البازار اللي هيتخرب زياده؟ ما هو مخروب بسبب رمزي ده. طب اقول لك ايه، ما تعرضوا على واحد متخصص في الكهرباء، كهربائي يعني. اه والله يا ماما دي ممكن تبقى فكره كويسه، بس ربنا يستر بقى. مين يا بابا؟ ده عمو رمزي يا حبيبتي. طب ما تشوف وترد عليه. لا ايوه عمو رمزي دلوقتي متكهرب، اي حد هيرد عليه في الموبايل هيتكهرب. ما تخافش يا لا رمزي، انا طلعت نمره الدكتور من الدليل وكلمته وزمانه على وصول، ان شاء الله يظبط لك ضغطك العالي ده. لو سمحت يا دولا ارجع مكان، ارجع مكانك، انا ناقص كهرباء. ارجع. ماشي يا دولا. بقول لك يا دولا، وانا كده ان شاء الله يعني ممكن انور زي نور الشريف؟ طبعا، وزي عمر الشريف كمان. كفايه بس يا رمزي انك انت تمشي في الشارع الناس ما تبقاش قرفانه منك، بالعكس ده هيقولوا لك بقى ايه، منور يا رمزي. اهلا وسهلا حضرتك الدكتور. انت الاستاذ عادل؟ عادل سعيد. ايوه يا فندم، انا عادل سعيد. اهلا وسهلا. عادل 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 ولا سعيد؟ انا عادل سعيد، ان حضرتك شرفتنا يا دكتور. انا الدكتور سليمان كفرية، أستاذ رعاية كهربائية الشاملة، ماجستير في أفلات الضغط العالي. يا أهلا وسهلا يا دكتور، حضرتك نورت. أنا أصلي قلبت الدنيا يعني على عنوان حضرتك عشان أجيلك العيادة صراحة يعني. لا ما فيش تعب ولا حاجة، أنا كمان أصلي ما عنديش عيادة. أنا لو أعرف عنوان المستشفى اللي حضرتك بتعالج فيها الناس كنت جيت لك يعني. أنا ما بشتغلش في مستشفيات، أنا عندي محل. محل؟ حضرتك بتعالج الناس تكاوي ولا ايه؟ شوف انا ما بكسفش ما بكسفش، انا بروح اشوف العطل بنفسي بنفسي. العطل هو اللي عندنا برضو حضرتك يعتبر عطل يعني. طيب فين بقى، فين المشكله؟ المشكله اللي قاعد هناك ده حضرتك. يا استاذ انت فهمني غلط، انا ما بعالجش بني ادمين، انا كهربائي. كهربائي؟ امال ايه حكايه الدكتور اللي مكتوبه دي حضرتك يعني؟ ده لقب انا اخدته وانا بشتغل في مستشفى الامراض العقليه المجانين، وانا بكهربهم. حضرتك يعني وانت بتكهربهم يعني خدت لقب اللي هو دكتور؟ ده حاجه كويسه قوي حضرتك. هو اللي عندنا مجنون برضو اللي اسمه رمزي اللي هناك ده يعتبر مجنون حضرتك ومحتاج علاج، بس هو بصراحه يعني هو اللي بيكهرب الناس حضرتك. بيكهرب الناس؟ زي هو اللي بيكهرب الناس. حضرتك يعني تقدر تعالجه يعني معانا؟ طبعا طبعا. اتفضل حضرتك. ماشي. تقلقش يا لا رمزي، هنعالجك هنعالجك يا لا. عايز اقول لك على حاجه. ارجع ارجع. ده هربان من المستشفى باين بتاعت المجانين. اسكت هو بيعالجك. اسكت. ماشي افتح بقك. ايه ده يا دكتور ده؟ افتح بقك. تحت لسانك. ايه يا دكتور؟ ايه يا دكتور؟ خيش خير؟ ايه اللي حصل يا دكتور؟ ده كهربته عالية عالية قوي. كهربته عالية؟ دولة عالية ايه دولة؟ انا بخاف من الحاجات العالية قوي يا دولة. والنبي دي حاجة غريبة غريبة جدا. خير يا دكتور؟ طب نقدر نعمل ايه؟ اوديه السد العالي مثلا؟ يا دولة على فكرة انا ممكن وانا نايم بالليل اعمل قفلة فولع في البازار كله. الولد ده عنده حق، ممكن يولع في الدنيا، يشعل الدنيا. لازم نفرغ الشحنه اللي في دماغه. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ اقول لك ازاي. الولد ممكن تستفيد منه، تشغله. اشغله ايه حضرتك؟ ده حمار. مش فاهمني. انا اقصد تفرغ الشحنه اللي في دماغه. حضرتك دماغه اساسا فاضيه ما فيهاش حاجه. اقصد ده اكتشاف
الولد ده اكتشاف اختراع عظيم ممكن يجيب لك فلوس، فلوس كتيره لو شغلته كمولد. مولد ايه ومرضعه يا حضرتك بتقول عليها؟ انت مش فاهمني، انت ممكن تخليه يشتغل شاحن، شاحن لاي حاجه. ايه ده معقوله؟ يعني رمزي ممكن يجيب لي فلوس يكسبني اخيرا؟ متاكد يا دكتور؟ يا سلام يا حبيبي يا رمزي. يا حبيبي يا دولا، يا حبيبي يا دولا. انا دكتور. سيدي اهلا بكم مره تانيه في برنامجكم المفضل غرائب البني ادمين. معانا مكتشف الحاله استاذ عادل. استاذ عادل، يا ترى حضرتك ازاي اكتشفت اني استاذ رمزي؟ دم الكهرباء. حضرتك يعني انا صراحه اكتشفت شويه اكتشافات. اول حاجه بالنسبه لان هو بني ادم، يعني حضرتك احنا من وهو صغير ما كناش بنتعامل معاه ان هو بني ادم، لغايه اما كبر شويه ابتدى يظهر له ايدين ورجلين، فقلنا ايه ده، بني ادم ولا ايه؟ فلقينا ان هو شبه بني ادم. يعني ده اول اكتشاف. وده عن الاكتشاف الاول. طب ازاي حضرتك اكتشفت انه بني ادم الكهرب؟ حضرتك انت بتغلاي ولا ايه؟ حضرتك يعني هو انا لاحظت عده ملحوظات. يعني زي ايه؟ يعني اول حاجه لقيته مثلا اما بيلاقي تلفزيون بيطبطب عليه، بيلاقي مثلا راديو يعني مثلا بيحضنه بتاع، بيلاقي مايكروويف بيبوسه، وبعدين اما كان بيبقى ماشي معايا في الشارع اول ما يلاقي عمود نور بياخده بالحضن. جميل قوي يا استاذ عادل. طب يا ترى يا استاذ عادل ايه ملاحظات تاني عن استاذ رمزي؟ صراحه يعني انا بلاحظ ان هو حنين، لان بجد اما بيلاقي سلك عريان مثلا وهو ماشي في الشارع بيصعب عليه جدا وبيقعد يعيط وما بينامش غير لو غطى السلك ده. استاذ رمزي مين ايه؟ انت يا غبي، انت استاذ رمزي. استاذ رمزي، يا ترى الكهرباء مسكت فيك وانت صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراحه ما حدش مسك فيا وانا صغير غير الداده اللي ولدتني. داده ولدتك؟ ولدتك ايه؟ في مدرسه اسمها الدايه. الدايه حضرتك يقصد يعني؟ ستوب، انا اسف جدا يا جماعه، شحن الكاميرا خلص. طب وستوب ليه حضرتك؟ هنعمل بريك نشحن الكاميرا وبعدين نكمل. لا لا، من غير بريك ولا حاجه، هات لي الشاحن حضرتك. متاكد حضرتك؟ عيب عيب. اتفضل اهو. اتفضل اتفضل. رمزي. نعم يا دولا. خد يا رمزي. نعم. خد اشحن لي البطاريه دي. عينيا يا دولا. شحن سريع بقى. ها سريع يا دولا. حاضر. خلاص يا دولا شحن. شحن. شوف حضرتك بطارياتك كده. فعلا ده فل. اشكرك جدا يا استاذ عادل، انت عندك اختراع هايل. ايوه حضرتك، وانت عندك 50 جنيه ليا حضرتك تمن الشحن. 50 جنيه مش كتير يا استاذ عادل. لا حضرتك مش كتير، ومش انا اللي بقول 50 جنيه. اتفضل لف يا رمزي. اهو ادي العداد اهو، 50 جنيه. لف كده غير الزباله. يا دولا يا دولا، انت ايه يا عم؟ انت هتفضل قعدت كده اهو يا دولا؟ انت فكرني ايه يا عم؟ تمثال ابو الرعد. رعد؟ انت مش رعد بس يا رمزي، انت دلوقتي بقيت رعد وبقيت برق. انت بالظبط يا ابني كانك بير كهربا وضرب عندي نو في البازار. دولا انا عطشان، دولا عطشان. ميه ميه. لا ولا 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 ولا، انت اتجننت يالا؟ ميه اللي تشربها وانت معاك كميه الكهربا دي كلها، انت عايز تضرب يالا؟ لا ما ينفعش تشربها خالص. الو. ايوه ايوه حضرتك، انا عادل سعيد وكيل رمزي رجل الكهرباء. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك من قناه فضائيه يعني؟ لا معلش احنا ما بنعملش حوارات خالص. ماشي ممكن نعمل حوار بس بنطلب مبلغ كبير، يعني مش هنطلب اقل من 30,000 جنيه. موافق؟ طب حضرتك هتبعت لي 15,000 جنيه عربون على القهوه وتبعت لي معاه العقد بالمره. ماشي ماشي، مع السلامه مع السلامه. يا دولا على طيبتك يا دولا، يا دولا دي كانت فرصتنا في ايدينا يا دولا نلوي دراعه، كنت تطلب بدل ال 30,000 دولت 5,000. خمس تلاف؟ اكتر من تلاف.
بص يا رمزي، انا هديك ال5000 كلهم يا عم، ماشي؟ عشان انت بقى ايه تتولى صيانتك بنفسك. ربنا يخليك يا دولا. بقول لك يا دولا، خلي انت يا عم الحاجات دي معاك علشان بقى في الصيانه والامانات دي، علشان انا مش اسكت، مش انا امبارح الكابل الارضي بتاعي ضرب فقام وقف لي بقى الجنب اليمين ده كله. اللي انت بتشاور عليه ده جنب الشبال يا اهبل يا اهبل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه؟ انت في حاجه فصلتها من عندك ولا ايه؟ انا شلت المشوك اللي في المراخير. خلاص حطه في الودن، حطه في الودن وقرب يشحن. ماشي يا دولا، شكرا دولا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ عادل وكيل رمزي رجل الكهرباء؟ انا عادل وكيل رمزي. حضرتك من انه قناه مال؟ قناه ايه يا فندم؟ معاك سامي شقلباص وكيل اكبر سيرك متجول في جمصه. وكيل السيرك؟ طب وحضرتك جاي تشقلب هنا ولا ايه؟ لا يا فندم، اتشقلب ايه، ده انا لسه حتى مخلص نمره القرد قبل ما اجي هنا على طول. وحضرتك ما دام يعني مش جاي تشقلب ولسه مخلص القرد، عايزين رمزي في ايه؟ يجي مكان القرد؟ لا لا لا، رمزي بطل. لا احنا عايزينه في نمره ثانيه خالص. حضرتك الاستاذ رمزي يعتبر ثروه قوميه، ما ينفعش يشتغل في السيرك اساسا. ليه يا عم بقى؟ ليه دول؟ بص انا عايز يا عم اعمل نمره مروج الاسود. الاسود يا كلوك يا هبل، انت عمرك شفت اسد؟ لا يا ادم، انت بتشوفه كل يوم يا هبل. ماشي اغلط اغلط فيه، خليه يشيل لك 3-4 حلقات. يا سلام يا سلام استاذ عادل، احنا عايزين الاستاذ رمزي يطلع على خشبه المسرح قدام الجمهور وهو لابس مايو احمر. هاي هتبقى رقصه في الكهرباء على رمزي. الله يا دولا الله يا دولا. رقصه ايه يا استاذ عادل؟ احنا هنقدم بيه نمره جديده خالص اسمها تكنولوجيا السيرك. الاستاذ رمزي هيطلع على خشبه المسرح ونحط على راسه وعلى رجله وعلى كتفه مجموعه كبيره من اللمبات، ويقعد على المسرح ويقول على كتفها ينور، على رجلها ينور، على صدرها ينور، هلي هب هلي هب. التكنولوجيا الحلوه دي قوي قوي دي. ده انا اللي هنور من كتر الفلوس. اللي يمني يا استاذ، اللي يمني على العربون والعقد. تحت امرك يا استاذ عادل، اتفضل. دول 5000 جنيه من اصل 30000 جنيه في الشهر، وده العقد يا فندم. بس معلش يعني هو مش هينفع يشتغل معاك طول اليوم، لان انت زي ما انت شايف كده بيشحن طول الوقت يعني. ولا يهمك يا استاذ عادل ولا يهمك، احنا ناخده منك 3 ساعات بس في اليوم. اوكي اوكي. سلام يا استاذ عادل. مع السلامة. الف سلامة. الف سلامة. سيبه يلا سيبه يلا سيبه يلا. ايه ده الراجل ده يا دولا؟ ده غريب قوي، من انهي القناه ده؟ ده من قناه الاطفال. السلام عليكم. تعالوا تعالوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالوا جايب لكم هدايا بقى جامده جدا. خد يا ماما، ده انت وسناء. يا حبيبي. خد يا حمادي، ده انت ورانيا. يا نجلاء، وده ليك انت بقى يا ياسمين. ايه ده يا ابي؟ معقول عملت شوبينج كل ده؟ امال ايه، عملت شوبينج جامد جدا. البركه بقى في رمزي والاكتشاف العبقري بتاع رمزي. لا يا عادل، بس ده كتير كتير قوي يا حبيبي. والله يا ماما ما كتير ولا حاجه، ده على فكره ده جزء من الفلوس بتاعه العربون بس. تخيلي يا سلوم، يعني انت عايز تقنعني ان رمزي بالكهرباء اللي فيه جابت الفلوس دي كلها؟ حماتي، رمزي دلوقتي اصبح مثال للطاقه الكهربائيه في جمهوريه مصر العربيه. لعلمك دلوقتي ممكن يشحن اي حاجه، ده بيأجروه بالساعه. يا بختك يا عادل يا بختك يا عادل يا بختك يا عادل. اسمع بقى، زي ما هو قريبك هو قريبنا، وزي ما انت ليك فيه اهلا لينا فيه. لا ايه اللي ليك فيه؟ لا طبعا، الكلام اللي انت بتقوليه ده حماتي. لا انا مش موافق، رمزي ده قريب انا، وانا اللي استحملته الفتره دي كلها. يا ما كسر عندي في البازار، ويا ما تماثيل اتبهدلت، ويا ما زباين طفشت، جايين في النهايه عايزين تاخدوا مني رمزي على الجهاز. لا، اللي هيقرب من رمزي هقتله. سامعين بقول ايه؟ هقتله. بس يا جماعه بس يا جماعه، ما تخلوش الكهرباء تعمل قفله بينكم. بس بقى بابا انا عندي فكره. عايزه ايه؟ عندك فكره انت كمان يا ياسمين؟ ايه رايك نشوف عمو رمزي بيطلع كام كهربا ونقسمها علينا كلنا؟ بيطلع كام كهربا؟ والله دي فكرة، بس النسبة هتختلف. يعني أنا مثلا هاخد 90% من نسبة الكهربا. يا لولا. طبعا طبعا. انت بكتير هتاخد 2%.
وانت 1%. خلاص خلاص انا بقول لكم كده اهو، لان السبب بسيط جدا ان انا احق واحد فيكم الرمز. وبعدين الفكره دي انت جبتيها منين يا بنت ياسمين؟ من كتاب الفاسية. الفاسية؟ ده الكتاب ده اللي كان في الحمام؟ يلا اللي بعده. استاذ عادل، احنا عايزين رمز يوم الخميس عشان نورينا فرح في المطرية. فرح في المطرية حضرتك عربون 1500 جنيه. اتفضل. 1500؟ شكرا. اللي بعده. في ماتش كوره مهم جدا في مركز شباب التبين، وعايزين معروف طبعا عايزين رمزي عشان ننور لكم الاستاد. تمام. هات 700 جنيه التبين. ايه يا رمزي في ايه يلا؟ الحانه دوله. في ايه؟ الحانه مش حاسس ان انا فصل. رمزي رمزي ولا ايه ده؟ ده فصل شحن خالص. رمزي معلش يا جماعة تعالوا بكرة ما نشحنه بإذن الله. يا دكتور كفري إيه الأخبار؟ مفيش أمل إن الواد رمزي ده يرجع يكهرب تاني؟ ما أعتقدش، ده فاصل كهربا خالص. يا نهار أبيض، فاصل كهربا؟ طب مفيش أي حل مثلا نعمل له وصلة أرضي، نعمل نغير له سلك، نغير له شرايين؟ ده أنا واخد عربين من ناس كتير أوي يا دكتور. مفيش أمل، دي حالة نادرة خالص بتحصل بين مليار بني آدم كل مليون سنة، وزي ما بتظهر فجأة بتختفي فجأة. دي مش فجأة، دي فجعة يا دكتور، فجعة. السلام عليكم. ماشي يا دكتور، ماشي ماشي. يخرب بيتك، هتفضل مقضيها. ايه اللي احنا سمعناه ده؟ يعني ايه رمزي قاطع شحن؟ لا ده انا دافع عربون. ايه ده بس يا عم شقلباص؟ بلاش شقلباص بلا اهباب، بلاش شقلباص بلا اهباب، ده انا سايق بياخد محلي ده على دماغكم وفوق. ايوه حضرتك، يعني معلش ده حاجه غصب عننا، هو فصل لكن ان شاء الله هيرجع تاني. يعني حضرتك اصبر عليا. هجوم فلوسنا. استنوا بس يا جماعه، يا جماعه اسمعوني، افهموني بس. الراجل فاصل شحن وهو اساسا واطي، هنوصل له كابل ضغط عالي هيبقى زي الفل ان شاء الله. تعالوا بس ايديكم معايا وكله هيبقى تمام. ماشي. تعالوا تعالوا يلا معايا هنا، معايا هنا. يلا ارفع 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 ارفع.